ما شاء الله ما شاء الله، يعني قاذفة صواريخ كنا محتاجين زيها إن شاء الله في ماتش يوم الجمعة، لكن إن شاء الله رجالتنا قدها وقدود. بيشرفنا النهارده في السادسة نجم النادي الأهلي المدفعجي كابتن محمود أبو الدهب. أهلا بيك يا كابتن محمود. حبيبي يا كابتن أحمد أستاذ سمير، وأنا أستاذ أحمد أنا سعيد إن أنا موجود معاك، وإن شاء الله يبقى وشنا حلو على النادي الأهلي ونتمنى الفوز طبعا للنادي الأهلي. مطمن كابتن محمود؟ طبعا الحمد لله طبعا، لأن عندي ثقة كبيرة جدا في لعيبة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي، لأن إحنا النادي الاهلي يعني شخصيه البطل بتبان في الماتشات دي. فان شاء الله يعني ان شاء الله مركزين بشكل كبير جدا وفي تفاؤل كبير جدا. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا اللعيبه يمكن بعيد عن كل اللي بيحصل بره على السوشيال ميديا او التصريحات اللي بتبقى موجوده، على فكره ان التصريحات دي بتبقى صحيه، ان انت بتدي ثقه للعيبه وبتدي شحن زياده للعيبه عندهم مسؤوليه تجاه ناديهم وتجاه نفسهم ان هم يحققوا بطوله كبيره زي دي. فان شاء الله ربنا يكرمهم ويكسبوا البطوله، يفرحوا جماهير النادي الاهلي ويفرحوا نفسهم الاول ويفرحوا مجلس ادارتهم والجهاز الفني ان شاء الله. ده عن النادي الاهلي بشكل عام طبعا، لكن عن السكواد الموجود، عن التيم اللي موجود والنجوم اللي موجوده حاليا، عن موسيماني بالتاكيد برضو. في انت ايه رايك في موسيماني؟ يعني نتكلم في فتره بسيطه جدا قدر الراجل، يعني مش عايز اقول يحط بصمه لكن يعمل نقله لا هو حط بصمه فعلا بالتاكيد. شايف انه حط بصمه؟ شفنا يمكن احنا شفنا النادي الاهلي قبل كورونا كان ماشي بمستوى كويس جدا مع مستر فايلر، لكن بعد كورونا ممكن يكون المستوى كان قليل شويه، لكن موسيماني اعاد روح النادي الاهلي تاني، اعاد ان اللعيبه الوقت بقى فيه التزام كبير جدا، بقى اللعيبه بتساعد بعض في الملعب بلغه الكوره، بقى في مساعده او بقى في حب او بقى في غيره على النادي الاهلي وفنانه النادي الاهلي، فدي يمكن احنا لمسناها من مستر موسيماني. الحاجه الثانيه يمكن انا سعيد جدا باختيار مستر موسيماني انه يدرب النادي الاهلي، لانه راجل برضه عايز يعمل اسم، ان هو راجل يدرب او في حد في افريقيا يجي يمسك النادي الاهلي، دي حاجه في حد ذاتها كبيره جدا. ما استغربتش لما سمعت الخبر اول مره؟ لا طبعا طبعا. لا هو لعيب، هو مدرب كبير جدا. أيوة. مدرب يمكن احنا شفنا مدى سعادته، بس بيقولوا كده زي ما بيقولوا من بره المنهج، من بره المقرر. لا حبيبي بص، يعني كانش حد يفكر ابدا ان النادي الاهلي ممكن يفكر في مدرب من افريقيا. بالعكس، النادي الاهلي صاحب يعني الصفقات او صاحب الانجازات او صاحب الحاجات اللي هي يمكن هو اكيد في ناس بتخطط في النادي الاهلي طبعاً، احسن من اي لجنه تخطيط كبيره بقياده الكابتن خطيب والكابتن محسن صالح، ومش عايز انسى حد. أيوة. لكن فعلا بتخطط بشكل كبير جدا. لما اختيارهم لمستر موسيماني كان في ثواب كبير جدا، ويمكن بصماته ظهرت في الماتشات اللي احنا اتفرجنا عليها وشفناها، يمكن اعاد الروح للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، ولمساته هتظهر ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله. ايه قصه الروح دي؟ انا كنت النهارده بقول يعني بعيدا عن الحسابات الفنيه وبعيدا عن مدى جاهزيه كل فرقه، انا عارف انه بيبقى ليها حسابات، حته اللياقه البدنيه، حته المهارات في كل لعيبه، اللعيبه المفاتيح اللعب، حته الانضباط التكتيكي وتنفيذ خطه ورؤيه المدير الفني، ده كله مهم جدا طبعًا في الكوره وليه طبعًا حساباته. بس انا بيتهيالي ان الروح يا كابتن محمود في طول ال 90 دقيقه قصه ثانيه، وان الروح كانت يمكن انت بالتاكيد في ماتشات وفي بطولات افتكر مع النادي الاهلي الروح بالنسبه لنا كانت هي عامل الحسم. بص يا جماعه، كان انا كان الله يرحمه كابتن صالح سليم على ايامنا لما كان بيقعد معانا قبل الماتشات دي كان بيبث فيك الروح دايما، يقول لك روح الفانيله الحمراء، ان انت بتلعب عندك مسؤوليه تجاه ناديك وتجاه غير الحاجات اللي حضرتك قلتها، التكتيك والخطه والتشكيل وكل ده. أيوة. لكن نمره واحد روحك ان في الملعب، قتالك في الملعب، احنا كنا بنشوف لعيبه بتقاتل بشكل كبير جدا، فانت النهارده عايز تكسب، النهارده انت نازل في هدف واحد ان انت المكسب، ان انت بتلعب على بطوله، ان انت بتحاول تساعد نفسك، تفرح نفسك، بتعمل انجاز لنفسك بشكل كبير جدا. لكن هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، روح الفانيلا الحمراء دي بتفرق كتير جدا بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. هي روح الفانيلا الحمراء دي يمكن احنا قعدناها، يمكن مستر موسيماني قعدها بشكل كبير جدا، الضغط على الخصم، النهارده الانتشار السريع في الملعب، ان كل لعيب النهارده بقى عارف ان هو ما اداش بشكل كبير جدا هيقعد، فدي حاجه كبيره، خلق منافسه بين اللعيبه وبعضها. النهارده يمكن الراجل كمان ليه تصريحات كبيره جدا ان هو هيعيد، هو اللي هيختار بنفسه مين اللي هيبقى موجود ومين اللي هيمشي، فهي دي اللي هتفرق مع لعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. وشفنا الاداء في ماتشين الوداد بره وجوه، ان شخصيه النادي الاهلي بانت في الماتشين دول بالذات، ان انت بتكسب بره، لان انت شخصيه البطل بتبان هنا، ان انت تكسب الوداد المغربي في المغرب وتيجي تكسب هنا ثلاثه، فدي شخصيه البطل او شخصيه النادي الاهلي اللي هو بيحافظ او عاوز
عايز ياخد البطوله او بيلعب على البطوله. هو مشوار الاهلي في افريقيا السنه دي مميز جدا، مميز بشكل كبير جدا. بنتكلم على النهائي ال 13 النادي الاهلي، وده رقم قياسي طبعا. لكن احنا السيزون ده مفيش غير ماتش واحد بس خسرناه طول المشوار بتاع النجم الساحلي. ده انجاز بشكل كبير جدا ان انت معايا. كان ماتش ليه ظروفه طبعا كلنا عارفينها. ما هي دي اللي انا بقول لك عليها يا استاذ احمد، ان انت شخصيه البطل بتبان هنا، ان انت بتلعب بره زي جوه. يمكن انت بتلعب بره احسن من جوه بشكل كبير جدا، انت بتبقى كسبان وبتيجي هنا مطمن للنتيجه، ان انت بتلعب عاوز تلعب باداء يرضي جماهير النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان جماهير النادي الاهلي طماعه شويه، ودي يمكن حاجه احنا بنسعد بيها كنا لعيبه او كمدربين او واحد، ان هم عايزين اداء ونتيجه، فدي بتحمل اللعيبه مسؤوليه كبيره جدا. لكن انا زي ما قلت لحضرتك ان شخصيه البطل بتظهر في النادي الاهلي وفي المواقف الصعبه، ان انت بتبقى نازل وحاطط في دماغك هدف، او انت كلاعب حاطط في دماغك ان انت بتلعب على الثلاثة بونت او المكسب. فدي يمكن اللي مين اللعيبه كابتن محمود اللي شفتهم مع تولي موسيماني المسؤوليه حسيت ان هم ظهروا بشكل تاني ومشى تانية زي ما بنقول يعني؟ يمكن انا شفت اللعيبه كلها بامانه. اللعيبه يمكن التكتيك اتغير بشكل كبير جدا، الخطط اتغيرت بشكل كبير جدا. شفت في اللعيبه ان اللعيبه كلها بتساعد بعض في الملعب. يمكن في حاجات كنا بنشوفها ان حسين الشحات لما بيفقد الكوره بيروح راجع بيدافع مع محمد هاني، في ترحيل في الملعب، في التزام من السردباكين اللي موجودين او اي حد بيلعب، في سردباكين موجودين في التزام كبير جدا. يمكن كل اللعيبه ككره جماعيه، يمكن اللي بينزل كمان يا استاذ احمد انه بيأدي نفس الراجل او بيأدي بالشكل المطلوب من الراجل اللي طلع، فيمكن اللجنه الاحتياطي كمان مركز بشكل كبير جدا، لما ينزل عارف هو هيعمل ايه. فدي حاجه يمكن انا لمستها في مستر موسيماني وحاجه ساعداني جدا بشكل كبير. بعيدا عن افريقيا خليني اسالك على طبعا يعني انت كنت مدافع كبير جدا وواحد من اهم الاسماء اللي لعبت في خط دفاع النادي الاهلي، ويمكن احنا عانينا شويه بسبب خط الدفاع وتحديدا بسبب اصابات السنه دي. رايك في صفقات الاهلي، وهبتدي بالصفقات الدفاعيه، بدر بنون والنهارده يمكن كمان كان في احمد رمضان باكر. يعني يمكن خليني اقول لك، يمكن انا اتفرجت على بدر بنون، يمكن من لعيبه كويسه جدا. يمكن عايز اقول لك كمان ان انا من الناس اللي انا لما كنا بنلعب لازم ابدا الكره من تحت، ان انا كان عندي لعيب كوره كويس، انا عندي ريسيرد باك لعيب كوره بيبقى مدافع جيد وفي نفس الوقت بينقل الهجمه من تحت لقدام، لان النادي الاهلي مش من النوعيه اللي بتشتت او بتلعب الطويل. انت لازم محتاج يلعب ان تفتح خط، لو كره مع الجون لازم ان انا افتح له بشكل يبني هجمه بشكل كبير جدا. سعدت اكتر بالصفقه بتاعت بيكهام، لعيب كويس جدا كان لعيب من ناشئين النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي، زي ما بنقول ان هو شارب المبادئ وقيم النادي الاهلي انه لعيب بطوله. فدي بتفرق معانا كبير جدا. الحاجه الثانيه انه كان بيلعب في انديه اخرى، فاللعيب بقى ليه ثقل، والنادي الاهلي لما يفكر يجيبه اكيد النادي الاهلي محتاجه، فدي حاجه كبيره جدا، وان شاء الله تبقى في منافسه كبيره بشكل. قبل ما اسمع منك رايك في بدر بنون، لانه ناس كتير جدا اتكلمت على انه الاهلي يلجا لصفقه محترف اجنبي في ناحية الدفاعيه، دي بالنسبه لهم شويه يعني كانوا مستغربينها. خليني اسمع رايك في بدر بنون بس بعد ما نشوف لقاء لاحمد رمضان بيكهام الوافد الجديد، واللي زي ما قالت ساره من شويه في السادسه انه تم التعاقد معاه بشكل نهائي ورسمي منذ ساعات. خلينا نروح الحقيقه، كاميرا القناه كانت موجوده واجرت لقاء مع احمد رمضان بيكهام ومع والده زميلنا فاروق صلاح. هنتابع اللقاء ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمود ابو الدهب. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحده من اهم صفقات النادي الاهلي وعوده احد ابناء النادي الاهلي احمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجله والمنتقل لصفوف النادي الاهلي، او اللفظ الصحيح العائد الى صفوف واحضان النادي الاهلي. بيكهام برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني برحب بيك في بيتك بالنادي الاهلي، واكيد لحظه من لحظات حياتك السعيده انك تعود من جديد الى النادي الاهلي. حبيبي يا فاروق، طبعا انا طبعا رجعت لبيتي زي ما انت بتقول، وانا فرحان جدا ان انا قدرت يعني قدرت ارجع بيتي تاني بعد سنتين تعبت فيهم وحاربت عشان ارجع بيتي وابقى قد المسؤوليه. انا طبعا واحد من ابناء النادي قبل اي حاجه، وانا فخور ان انا موجود في النادي الاهلي. بيكهام القصه والبدايه من 8 سنين او 9 سنين ودخول بيكهام للنادي الاهلي، اكيد طموحات مختلفه المره دي، انت بتعود من جديد عندك احلام وطموحات مع النادي الاهلي. لو هنتكلم على القصه من البدايه ووجودك في النادي الاهلي من البدايه في قطاع الناشئين. يمكن انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين 9 سنين، يمكن والدي بصراحه تعب معايا في السن ده لحد سن 15 سنه،
كنا بنروح نتمرن 3 ايام في الاسبوع من المنصوره للقاهره، كان معايا موجود كل ال3 ايام دول، بيوصلني وبيجيبني لحد ما قعدت في الاستراحه، استراحه الناشئين في مدينه نصر لحد سن 21 سنه، لحد سن اول حاجه 18 سنه طلعت اعاره حرس الحدود، ورجعت السنه اللي بعدها قعدت سنه كمان في النادي، وطلعت اعاره تاني وادي دجله كانت سنه بس، بعد 6 شهور وادي دجله خلاص اشتراني يعني من النادي في صفقه محمد محمود، ويمكن بعدها عدى سنه ونص كمان ورجعت بيتي يعني. بكم عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا واخد منك برضو رساله، يعني اللعيب اللي بيبقى اتربى في النادي الاهلي وبيطلع من النادي الاهلي بينتقل لفريق اخر، بتحتاج نوعيه لعيب يكون عنده روح وعنده قتال ان هو يرجع مره اخرى للنادي الاهلي، اعتقد بكم بيتسلح بهذه الامور. طبعا انت بترجع من النادي الاهلي وبتخرج من النادي الاهلي عشان تثبت نفسك اكتر، لو انت ما خدتش فرصه جوه النادي فانت بتحتاج تلعب في اي نادي تاني عشان ترجع بيتك تاني، عشان المكان اللي انت مولود فيه واللي انت بتحارب عشان تبقى موجود فيه، ومكان اي لعيب في مصر دلوقتي او في افريقيا او في العالم يتمنى يلعب طبعا في النادي الاهلي، نادي كبير، وانا بصراحه حاربت عشان ارجع في النادي. لو عايز اخد منك نصيحه، في لعيبه كتير اكيد بتطلع من النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، لازم نديهم الامل ان هو يبقى عنده الامل ان هو يرجع مره ثانيه للنادي الاهلي، لو هتنصحه تقول له يعمل ايه او يشتغل على نفسه ازاي؟ طبعا انت لو مالكش مكان جوه النادي، لو ما بتشاركش، لو ما فيش فرصه انك تشارك بصفه اساسيه في النادي الاهلي، طبعا لازم تطلع اعاره بالنسبه للاعيبه اللي موجوده في النادي، لازم تطلع اعاره تجرب سنه واتنين. انت لو بصيت دلوقتي معظم اللاعيبه اللي موجوده في النادي معظمها كانت في النادي وطلعت اعارات ومشيت ورجعت تاني عشان اجتهدت وتعبت، وانت في الاول والاخر ابن النادي، غيرك غير اي حد تاني بتبقى متربي على حاجات معينه وتمارين معينه وحاجات جوه النادي، لما بيقارنوك بحد تاني لو انت نفس المستوى وحد من ابن النادي غير حد تاني متربي بره النادي فبيختاروا ابن النادي طبعا. بكم قول لي بقى المفاوضات بدات ازاي؟ مين اللي بدا المفاوضات ومشيت ازاي؟ يمكن بدات بعد بطوله افريقيا بتاعت المنتخب الاولمبي، بدات مع كابتن امير توفيق، كان فاضل مكان واحد في القايمه في الانتقالات اللي بعد البطوله دي، جابوا بادجي، ويمكن كابتن امير قال لي عشان ما فيش مكان تاني فان شاء الله تبقى موجود معانا في الموسم الجديد يعني ان شاء الله. كان عندك الصبر عشان انت واحد من ولاد النادي، وانا عارف انتماء احمد رمضان بيكهام للنادي الاهلي، كان عندك الصبر وعندك الانتماء ان انت متمسك بحلمك ان انت راجع للنادي الاهلي؟ طبعا كان عندي ده، اصل ده حلمي، انا طلعت من النادي من هنا عشان احارب وارجع تاني، فده وخدت كلمه من الكابتن امير انت خلاص بيكهام انت معانا. خلاص انا يمكن ما كنتش عامل حسابي من قبلها ان انا يعني كنت تعبت سنه ونص وبتاع، بس ما كنتش فاكر ان هي هتجيلي دلوقتي، فيمكن مكالمه كابتن امير طمنتني شويه وخلتني اشتغل على نفسي واتعب اكتر، عشان خلاص ال6 شهور دول لازم اعملهم كويس، مش معنى المكالمه اللي هو خلاص انا موجود في النادي، ممكن ابقى وحش ال6 شهور اللي بعد كده وما ارجعش النادي، بس انا حافظت على مستوايا واديت مع دجله بشكل كويس، ويمكن دلوقتي دي النتيجه يعني. طموحاتك الفترة اللي جاية ورسالتك لجماهير النادي الأهلي ورسالتك للاعبين، خاصة إن الفريق مقبل على مباراة مهمة وأكيد حلم من أحلامك إن أنت إن شاء الله الأهلي ياخد بطولة أفريقيا وتكون موجود في كأس العالم للأندية. طبعًا رسالتي للجماهير أول حاجة إن أنا واحد منكم قبل أي حاجة، أنا من وأنا صغير بحضر الماتشات في الإستاد وكنت معاهم في كل لحظة يعني، حتى من وأنا في الناشئين كنا بنروح نتفرج على الماتشات في الإستاد، فأنا بوعدهم إن أنا أبقى قد الثقة بتاعتهم وإن شاء الله يبقى الفترة كلها فترة بطولات، ورسالتي للاعبين طبعًا الماتش الجاي لازم حياة وموت نكسبه يعني، ماتش بطولة. بكم أنا عايز أروح منك لو أنت النهاردة سعيد في على الموجود واحد أسعد منك وهو أكيد أكتر واحد فرحان وسعيد بالإنجاز اللي أنت فيه وعودتك من جديد للنادي الأهلي الحاج رمضان والد بكم، تقول لي إيه النهاردة بكم بيعود من جديد لبيته النادي الاهلي؟ طبعا دي امل كبير ان احنا ان بكم يرجع للاهلي تاني، لان هو اصلا ابنه، طبعا النادي الاهلي نادي بطولات، واي واحد اي لاعب يتمنى ان يخش النادي الاهلي، واحمد ابنه هو صغير طول عمره عايز يخش في نادي بطولات ويحافظ على مستواه من هو 9 سنين، واحنا تعبنا معاه وتعبنا ربنا الحمد لله جابه بخير وجابنا الحمد لله، يعني ما فيش فرحه احسن من كده. بدأت مع المشوار من البداية والله من 9 سنين او من مواليد من سنة 2007،
فضلت معاه لما هو عنده 16 سنه لما دخل لما يعني بقى كويس، وكنت بروح باجي معاه وتعبت معاه، بس ربنا كلل تعبي بخير الحمد لله. رسالتك الاخيره ليه تقول له ايه وتنصحه بايه؟ رسالتي الاخيره ان هو يعني يجتهد في الملعب، ويعني لا مؤاخذه اقول ياكل في النجيل زي ما بقوله يعني، علشان يثبت وجوده للمدير الفني بتاعه، وعلشان يحافظ على مستواه، وعايزين طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي البطولات، وعايزين نفرح ان شاء الله في الاهلي بتتويجهم 27 الشهر اللي جاي، شهر يوم الاحد اللي جاي يوم الجمعه اللي جايه ده، يتوج بالبطوله والكاس كمان ان شاء الله. بشكر حضرتك يا جماعه. العفو، شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع احمد رمضان بيكهام لاعب النادي الاهلي العائد من جديد لصفوف وجدران النادي الاهلي. طبعا صفقه من الصفقات المهمه جدا للنادي الاهلي، وواحد من اللعيب جوكر يقدر النادي الاهلي يستفيد بيه في اكثر من مركز. طبعا ده في اطار الخطه اللي بتتبعها لجنه التعاقدات في النادي الاهلي ولجنه التخطيط لجنه التخطيط في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب لتدعيم صفوف النادي الاهلي ابرز العناصر المميزه في المراكز اللي بيحتاجها الفريق النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لاحمد رمضان بيكهام. اهلا بيك من جديد يا بيكهام داخل جدران النادي الاهلي. شكرا زميل عزيز فاروق صلاح، والف مبروك لاحمد رمضان بيكهام عودته مره ثانيه للنادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم اللي احنا، وبشكر الحقيقه والد احمد لانه واضح حجم المجهود، واضح حجم التعب. المشوار بيبقى دايما صعب عشان تربي وتصنع وتدعم شخصية بطل، ده بالتأكيد مجهود جبار، فكل التحية والتقدير، واتمنى ان شاء الله بإذن الله احمد يكون عند حسن ظنك زي ما يكون عند حسن ظن إدارة النادي الأهلي وجماهيره، واعتقد ان شاء الله انه مش هيخيب جماهير النادي الأهلي. لعيب مقاوماته كويسة جدا، رسالة لكل ولاد النادي الأهلي، بالتأكيد العين اللي اختارت وشافت الخامة وشافت القماشة وقدمت دعم وقدمت تدريب وقدمت احتكاك عشان تكبر وتطلع لعيب كرة بشخصية البطل، مش ممكن تفرط أبدا بسهولة، بس محتاجة تدي الفرصة لكل واحد عشان يثبت نفسه، عشان يعيد اكتشاف قدراته، عشان يرجع للنادي وهو زي ما بيقولوا كده بالبلدي ملي مركزه. مرة تانية برحب طبعا بنجمنا ونجم نادي الأهلي كابتن محمود أبو الدهب. أهلا بيك كابتن محمود. كنت بتتكلم على بيكهام وإحنا بنتابع كلامه، والولد هادي وراسي وواضح إنه يعني مجتهد بصراحه. خليني اقول لك انا سعيد جدا يا استاذ احمد، هو ده النادي الاهلي. ان انت اي لعيب في مصر وبره مصر يتمنى يلعب في النادي الاهلي، لان دي شخصيه النادي الاهلي زي ما قلت لك، بصرف النظر عن اغراءات كتير جدا الماديه، ولكن انت بتيجي النادي الاهلي عشان تبقى ليك انجازات. ايوه. انت تعمل انجاز في النادي الاهلي. انا سمعت كلام والد احمد بيكهام، واحمد بيكهام نفسه كان لعيب في قطاع الناشئين، لعيب كويس جدا، هو لعيب يمكن خرج او طلع اعاره لكن رجع بعد ما اتمرمط في انديه كتير، انا اسف بلغه الكوره، انه بقى ليه ثقل مطلوب يا كابتن محمود. مطلوب طبعا، وعلى فكره يمكن من اللعيبه كويسه جدا، وهيلعب منتخب مصر لما يلعب اساسي ان شاء الله ويشد حيله، واتمنى له التوفيق. لكن خليني اقول لك ان انت ممكن تضحي باي حاجات كتير جدا في سبيل ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بتيجي اي لعيب رقم واحد ان انت هتلعب في النادي الاهلي بيسالك انت تحب تلعب في النادي الاهلي، ما بتتفكرش في اي ماده او ما تفكرش ان انت هتاخد ايه، انت هتلبس اسم الاهلي كفايه بقى. دي حقيقه على فكره، وهتفضل لحد ما نموت احنا عايشين باسم النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه كابتن. بنمشي في الشارع احنا بنقول النادي الاهلي، ولسه الناس بتفتكرنا النادي الاهلي. فالرجوع بيتهيألي بعد الخروج كمان الى حد ما بيدي حته ثقه للاعيب. يعني 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 لما اطلع عشان اخد فرصه والعب في نادي والعب في اثنين والعب في ثلاثه، وبعد كده الاقي الاهلي جاي طالبني عشان يرجعني، بيتهيألي وانا داخل بيتي مره ثانيه ولابس تيشيرت النادي الاهلي بتعلي شويه حته الثقه عند اللعيب. بتحملك مسؤوليه كبيره ان انت النهارده طلعت عشان انت لعيب كويس، ودي بتثبت لك ان انت في وقت من الاوقات ان انت ما كنتش تمشي. لكن لما ترجع بالشكل ده وبشكل كبير جدا وتيجي ترجع في النادي الاهلي وبيختارك مين؟ يعني لجنه محترمه جدا من خبراء كره في مصر، ان انت ترجع النادي الاهلي تاني وتلبس تيشيرت النادي الاهلي تاني، دي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا تجاه ناديك ونفسك والنادي الاول والنادي الاهلي. قبل ما اتكلم على بدر بنون محتاج اروح لفصل سريع جدا ونرجع نتكلم على بدر، ويكلمني كمان على طاهر، لانه طاهر من الصفقات اللي جمهور النادي الاهلي مستنيها ان شاء الله. شايف واحد يمكن من اللعيبه اللي هتكون مهمه جدا وهتكون مش بس للاهلاويه، للكره المصريه بشكل عام. وايه النصايح اللي تحب توجهها له في بدايه مشواره؟ بس نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم في سلسله مره ثانيه.
انا بيتهيالي انه لحظه تحقيق الحلم بالانضمام للنادي الاهلي وانك تلبس تيشرت نادي الاهلي دي لحظه مش ممكن ابدا حد ينساها، وانا يمكن هرجع كابتن محمود ليها دلوقتي، بس الاهم من ده انك انت تكون عارف ان ده بدايه مشوار جديد وبدايه تحدي من نوع جديد وبدايه تحقيق او ترك بصمه ما بيسيبهاش غير النجم الكوره اللي بجد. يعني انت بمجرد ما لبست تيشرت نادي الاهلي بقيت نجم، ده شيء ما فيهوش خلاف، لكن ازاي تكون نجم النجوم؟ ازاي تحط البصمه اللي يفتكرك بيها ملايين الاهلاويه، ومش بس الجيل اللي شافك وتابعك وانت بتلعب، لا ده حتى كمان الاجيال اللي جايه بعد منك. فاكر اول لحظه كابتن محمود لبست يعني فيها تيشرت نادي الاهلي؟ يعني ترجعتني كمان يا استاذ احمد، يعني ذكريات جميله جدا من ساعه ما طلعت من البيت في حلوان لحد ما انا رايح اقابل الكابتن انور سلامه الساعه 7 الصبح. ان انا مش مصدق ان انا داخل النادي الاهلي، دي حقيقه. ان انت هتمسك القلم وتوقع على العقد ان انت هتلعب في النادي الاهلي، ده حلمك من الصغر، ان انت ان انت بتنتمي النادي او بتشجع نادي زي النادي الاهلي، بتتفرج على نجوم كبيره جدا. فيمكن انا اول حاجه يعني ربنا يديله الصحه كابتن انور سلامه ومسير خير، وكان الكابتن صلاح حسني موجود معاه مدير كوره. يمكن قعدت معاه في المكتب، يمكن قال لي، سالني سؤال، انت تحب تلعب في النادي الاهلي؟ يعني انا من فرحتي انا مش عارف اتكلم، يعني مش عارف ارد. قلت له يا كابتن بعد اذنك اديني الورق القلم عايزني امضي فين؟ وحياه ربنا بنفس اللفظ، لا اتفقت انا هاخد ايه ولا عارف انا هعمل ايه. انا لقيت نفسي بمسك القلم وامضي وسعاده ما بعدها سعاده. لكن دي بتحملك مسؤوليه زي ما قلت لحضرتك يا زمان، ان انت زي ما حضرتك قلت دلوقتي النجم اللي بيلعب في النادي الاهلي، يكون النادي الاهلي تلبس تيشيرت. لعبت على طول يا كابتن محمود؟ لعبت طبعا. يعني اول ما مضيت خلاص لا كنت اتمرنت، لا كنت انا كنت ساعتها بلعب في نادي المريخ، وكان الموسم قرب على الانتهاء، وكان عندنا بطوله عالميه في المغرب اللي هي بطوله العالم العسكريه، اللي احنا الحمد لله يمكن خدناها، ظهرنا بمستوى كبير جدا. يمكن كان من حظي كويس ان كان موجود معايا مجموعه من لعيبه النادي الاهلي، مشير حنفي وده يمكن ده كابتن النادي الاهلي المنتخب العسكري، كان معانا الكابتن ياسر ريان، كان معانا لعيبه يمكن الدنيا كان ادوني نصايح كتير جدا. انت جاي النادي كنت الاهلي كنت ماضيت، يعني رحت كنت البطوله دي وانت ماضي. انا ماضي فيمكن هم كان بيحمسوني بشكل كبير جدا. خلي بالك اللي موجود كنت انا وجاي بكرايت، كان موجود الكابتن ابراهيم حسن، لكن كان بيدوني نصايح وانت لعيب، لكن انت في نفس الوقت انت بتثبت ذاتك ان انت جاي على نجم كبير زي الكابتن ابراهيم حسن، فدي بتديك دفعة كبيرة جدا ان انت تموت نفسك في الملعب، ان انت تتمرن بدل ما بتتمرن 100%، لا ده انت بتتمرن 200%، عايز تحقق بطولات، عايز الناس تفتكرك وتقول ان محمود ابو الدهب حقق بطولات او ساهم في بطولات مع زمايله، ان ياخد بطولات في النادي الاهلي، فدي كانت فرحة كبيرة جدا. الحاجة التانية يمكن انا زي ما قلت لحضرتك، اللعيبة اللي بتمضي في النادي الاهلي انت بتعمل انجاز لنفسك، انت طموحاتك بقت بتعلى، سقف طموحاتك عالي، ان انت بوابة المنتخب من النادي الاهلي، ان انت لو بتظهر هتبقى كويس، هتلعب منتخب مصر، هتحترف بره، والنادي الاهلي ما بيقفش على حد. فانا صحيح. دي النصايح اللي انا بديها للعيبه، ان انت النهارده كونك ان انت بتمضي في النادي الاهلي او بتتعاقد مع النادي الاهلي دي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا. إيه انا هاخد بس من كلامك ده كلمه في منتهى الاهميه، اللي انت كنت بتلعبه او كنت بتديه بره 100%، مطلوب منك في الاهلي تديه 200%. ليه يا زلمه؟ اللي انت الاهلي بيلعب على البطولات اللي بيخشها، بيلعب على بطوله، انت بتخش بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما الاول. في حاجه الناس يمكن مش فاهماها، او الناس لا، النادي الاهلي عنده روح رياضيه، بيتقبل الفوز وبيتقبل الهزيمه، لكن في نفس الوقت رقم واحد انت بتلعب على الفوز، لان رقم واحد البطوله، سواء لو انت دخلت كاس العالم الانديه بتلعب على البطوله، ما بتلعبش على المركز الثاني او المركز الثالث، هو ده شخصيه النادي الاهلي. طب من بيك هروح لبدر بنون، رايك فيه؟ لا لعيب كويس، لعيب كويس جدا وهيفيد النادي الاهلي. كنا بنقول قبل الفاصل انه كان في يعني ليه لعيب محترف مدافع، وانه الاهلي عنده يعني في الدفاع لعيبه كتير. خليني اقول لك يا زعما، يمكن النادي الاهلي عشان تبقى عارف، النادي الاهلي بيدور في مصر طبعا عن اللعيب اللي هيفيد النادي الاهلي. انا ممكن ما شفتش ده، او ما شفتش ان لعيب يقدر ان هو يسد الفراغ او يسد المكان اللي موجود نظرا للاصابات اللي موجوده. انا شفت ليه ما تعاقدش مع لعيب كويس زي بدر بنون، ولعيب هيفيد النادي الاهلي. ما احنا عندنا علي معلول، اتفرجت عليه على طبعا، لعيب كويس جدا ولعيب، لانه هيلعب مع لعيبه كبيره جدا، لعيبه شخصيتها كبيره في الملعب. احنا عندنا علي معلول ما شاء الله بيلعب باك ليفت، ممكن انا حاسس ان علي معلول من اللعيبه اللي مولوده في النادي الاهلي.
حقيقي. شرب النادي الاهلي، انا بكلمك حقيقي بمانة. حقيقي شرب النادي الاهلي، مش عاوز يمشي من النادي الاهلي لانه هو شاف النجوميه وشاف التالق في النادي الاهلي. النهارده بدر بنون لما يشوف لعيبه، يمكن شفنا لعيبه كتير جدا توانسه ومغاربه بتلعب في النادي الاهلي، لكن الناس مش عاوز اقول الناس ايه، تقول لك اصل النادي الاهلي اتعاقد مع سيردباك. طب ما انت ممكن ما تلاقيش السيردباك ده موجود في مصر او بالمواصفات اللي المدير الفني عايزها، فانت بتتعاقد مع واحد زي ما احنا عندنا في الدوري الانجليزي، ما احنا مع احمد حجازي سيردباك ومن اكبر الانديه بتتعاقد معاه، ولعيب كويس وبيأدي بشكل كبير جدا، ربنا وفقه وراح الاتحاد السعودي. فده مش الفكر ده اتغير، الفكر ده بقى مش موجود. اللعيب اللي هيفيد النادي الاهلي وهيدي للنادي الاهلي وهيحقق انجازات وبطولات مع النادي الاهلي هو اللي هيبقى موجود ان شاء الله. الحقيقه الاثنين يكونوا اضافه للنادي الاهلي، وبيتهيألي زي ما كنت بقول لك كمان معاهم طاهر محمد طاهر لعيب على فكره عنده مهارات وعنده حلول بشكل كبير جدا، اكيد هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. وانا بقول لك ان مع الاستمراريه ومع الاداء مع التمرين اللي هيتمرنوا في النادي الاهلي، مع الجديه والمسؤوليه الكبيره اللي هيشوفوها في النادي الاهلي، اكيد هيبقى لهم شان كبير جدا وهيفيدوا النادي الاهلي ومنتخب مصر في الفتره اللي جايه. عايز ارجع لماتش نهائي دوري الابطال مره ثانيه، وايه اللي ممكن يكون بالنسبه لك حته مثلا فيها قلق؟ يعني بدايه مثلا شايف انه الزمالك فيه عناصر خطوره لازم نشتغل عليها، مين بالنسبه لك ممكن في الزمالك يكون مصدر خطوره؟ مين ممكن؟ انت طبعا مدافع عارف الفراوده عندهم، مثلا عندهم مصطفى عامل سيزن حلو، وعندهم بن شرقي عامل سيزن حلو، شايف الشغل عليهم بالتاكيد نظره المدافع للاعيب الكره المهاجم بتبقى مختلفه. يعني انا اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تقعد مع بعضيها كتير جدا بعيد عن المدير الفني، لازم يذاكروا فرقه الزمالك بشكل كبير زي ما احنا كنا بنعمل مع كابتن شوبير كابتن عصام، احنا كنا بنقعد نذاكر الفرقه اللي قدامنا، بنذاكر اللعيبه اللي هتلعب علينا، فدي يمكن كان بتدينا حماس بشكل كبير جدا. على فكره احنا كنا بنقول للبعض مين اللي يمسك ده ومين اللي يمسك ده في لعيبه الزمالك. انا اتمنى ان اللعيبه الكبيره تقعد مع النادي مع بعض كتير جدا ويتكلموا مع بعض. مين شايفه في الاهلي لازم يعمل الدور ده فتره؟ لا في لعيبه يمكن انا شايف ان في موجود وليد سليمان لعيب كويس، عمرو السليه، كل اللعيبه على فكره، كهربا، الناس الكبيره، لان انت عايز تحقق بطوله، ان انت عاوز تنهي المشوار الطويل ده كله او السيزون ده كله ببطوله محببه ليك، ان انت عايز ان انت من اول سنه من بدايه الموسم انت مركز على بطوله افريقيا. لكن انا شايف ان فرقه الزمالك، خلينا نكون منصفين، الزمالك عامل موسم بشكل كبير جدا كويس. عنده لعيبه كويسه جدا، عنده الخط الامامي كويس جدا، بن شرقي، وعندك مصطفى محمد، وعندك زيزو، لازم يكون في تركيز عليهم كويس جدا، ويكون في مراقبه لصيقه ليهم ان هم ما تديهمش مساحات بشكل كبير جدا. هو ده يمكن التركيز اللي احنا بنقوله. حاجه ثانيه ان لازم نتكلم مع بعض في فرقتنا في النادي الاهلي، لازم نتكلم مع بعض بشكل الاثنين ان شاء الله، اي اثنين سيردباكين هيلعبوا او خط الدفاع بشكل كبير جدا، يكون مركزين بشكل كبير جدا ان احنا طول ما احنا ما بيخشش في الجون انت تقدر تجيب جون ان شاء الله. لكن انا عندي الحمد لله ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، ان احنا نكسب ونفرح جماهيرنا ان شاء الله. يكون عندي الثقه فيه بعيدا عن الكوره شويه والمنافسه. يعني انا هطلع لحته للاسف يمكن مش حاسس ان الناس مهتمه بيها قوي الفتره الاخيره، فكره انه على ارض مصر بنستضيف حدث في منتهى الاهميه. طبعًا. هو حدث رياضي بس هو طبعًا. في النهايه حدث مهم وهيبقى في تركيز عليه يعني طبعًا. بشكل كبير من طبعًا. كل دول المنطقه ومن يمكن مش هبالغ لو قلت حتى من كل دول العالم طبعًا. هتبقى بتسلط الضوء على الماتش النهائي، خصوصا طبعًا. انه لاول مره فريقين من دوله واحده بيلعبوا طبعًا. مباراه نهائيه. فبالتالي انا بيتهيألي في مكاسب كتيره جدا بره حته الحصول على اللقب طبعا. ايه اللي تطلبه من اللعيبه ومن المسؤولين في الناديين في الفتره اللي جايه دي ال 72 ساعه اللي قبل الماتش دول واثناء المباراه عشان الصوره تطلع حلو، صوره مصر، لا الاهلي ولا الزمالك، انا بتكلم على صوره مصر. احنا عندنا تابلو بصرف النظر طبعا. مين هيكسب طبعا. مين هيخسر طبعا. عندنا تابلو كده وفرصه حلوه جدا نطلع قدام العالم كله بشكل الناس تقول الله البلد دي بلد محترمه والشعب ده شعب صاحب حضاره ودوله دي فعلا دوله عظيمه. يعني خليني اقول لك يمكن هي بطوله يمكن اول مره تحدث في التاريخ ان انت فرقتين في افريقيا يوصلوا للنهائي، اهلي وزمالك، ودول ناديين كبار جدا، يمكن زي ما قلنا بيتنافسوا على الدوري في مصر والكاس، يمكن لهم شعبيه كبيره جدا في مصر. انا اتمنى ان انا يكونوا عند حسن ظن مصر الاول، جماهير مصر الاول، جماهير الناديين. انا اتمنى ان تكون في صوره تذكاريه بين الاثنين. انا يمكن انا بطلبها او بتمناها طبعا اللعيبه كنا عندنا نهدى شويه في التصريحات بتاعتنا، نتكلم باسلوب كويس،
ان ده بتنعكس بره يا استاذ احمد من اللعيبه. النهارده احنا كلنا زمايل، اللعيبه بتاعت الزمالك ولعيبه الاهلي كلهم اصحاب بره على فكره، بيلعبوا في منتخب مصر وبيمثلوا مصر مع بعض، ولما لعيب الاهلي بيجي والله شفناهم كتير. لسه بقول على اللقطه دي يعني فكرة. حتى ماتش توجو لما ماتش توجو هناك لما كسبنا 3، رغم ان الماتش قريب جدا من ماتش دوري الابطال وفي في المنتخب اهلي وزمالك، لكن فرحه الولاد ببعض وقربهم من بعض، الحساسيه دي انا بستغرب يعني اذا ما كانتش يعني اكتر الناس ممكن تحس بالمنافسه وحميه المنافسه، الحساسيه دي بره الملعب هو ده اللي بستغربه يا كابتن. لكن انت في الملعب احنا اصدقاء وبنخاف على بعض بشكل كبير جدا، زي ما حضرتك قلت دلوقتي في ماتش دوجو تلاقي لعيبه الاهلي مع الزمالك احنا تيم واحد جدا. انا ما بقولش انا بلعب في الاهلي وده ولا الاسماعيلي وده بيرم، لا انا بقول ان انا بلعب في منتخب مصر لعيبه الاهلي والزمالك. اتمنى يبقى منظر حضاري، وده هينعكس في ماتش الزمالك والاهلي اللي جاي، ان انت في الملعب لعيبه هتبقى شكلها ايه في الملعب، هتأدي بشكل محترم، لازم نسلم على بعض. النهارده اللعيب لو وقع لازم اقومه، لازم اسلم عليه، زي ما حضرتك قلت ده العالم كله هيتفرج على المباراه ديت وهيشاهد المباراه دي، لازم نثبت للعالم كله ان احنا عندنا تحضر وعندنا متعه. وفي الاخر في الكوره في غالب ومغلوب، المغلوب هنقول له هارد لك والكسبان هنقول له مبروك، لكن اتمنى ان احنا نخرج بشكل حضاري وشكل محترم يليق بمصر اولا يعني. اتمناها الحقيقه بالسهوله اللي حضرتك قلتها دي. وخليني اقول بمناسبه واحنا بنتكلم مع كابتن محمود دلوقتي، يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يمكن كان ليه جوله النهارده، حضراتكم عارفين النهارده اليوم الاول للجمعيه العموميه في النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب يمكن على الهواء من لحظات ومع العميد محمد مرجان طبعا اهو، واعتقد في الخلفيه ورا برضو في محمد الجرحي موجودين وعدد من اعضاء مجلس طبعا. الاداره يمكن بيتفقدوا اليوم الاول لسير عمليه الانتخابات في الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه طبعا بتعمل على مدار يومين، النهارده هو طبعا اليوم الاول اللي بتنعقد، ده مناقشه ميزانيه بتنعقد فيها في يومها الاول النهارده، وطبعا كابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس بيتفقدوا الاجراءات المتبعة خلال أول أيام الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادي الأهلي. طبعا مهم جدا بيبقى يعني، أنت كنت وإحنا أثناء الفاصل كابتن محمود كنت بتتكلم على الدعم اللي بيقدمه دايما، ودائما الحقيقة على مدار التاريخ يعني، أنا كنت بحضر قريب في النادي الأهلي المؤتمر الرسمي للإعلان عن التعاقد مع موسيماني جنب القاعة بتاعت المؤتمرات اللي كانت يعني بتنظم فيها الحدث، كان في الهول كده صورة أو مجموعة صور لرؤساء النادي الأهلي. الأهلي على مدار تاريخه يعني قامات كبيرة جدا ومشرفة جدا تولت رئاسته، ودايما رئيس النادي الأهلي بيكون ليه دور في الـ في الـ يعني في الايام الحسم اللي زي دي. اكيد اكيد اي رئيس نادي بيجي النادي الاهلي اكيد بيبقى ليه دور ويبقى ليه لمسه، هو جاي لمصلحه النادي الاهلي، جاي للكيان مش جاي للاشخاص او مصلحه. انت الفتره اللي كنت فيها كان كابتن صالح، الله يرحمه كابتن صالح سليم، الله يرحمه، يمكن احنا كنا سعداء جدا. يمكن انا افتكر حاجه كابتن صالح سليم لان بيدي الدعم للعيبه او للنادي، هو دايما احنا عارفين يا استاذ احمد ان النادي الاهلي الاداره اداره والجهاز الفني جهاز فني واللعيبه لعيبه، أيوة. يعني كل واحد ليه اختصاصه او ليه دوره في الملعب، في فصل تام، في فصل تام. انت عندك في حاجه ده على فكره واحد من اسرار نجاح النادي الاهلي طبعا، ان وصعب جدا تلاقي ده في المنظومه في انديه يعني في معظم. انا هحكي لك موقف حصل معانا، يمكن كان جالنا مستر هاريس، ألين هاريس طبعا مدير فني انجليزي، المدربين الانجليزي اللي هم كانوا عندهم شخصيه قويه جدا ومدرب كويس. يمكن كان حصل حاجه ان هو كان لما جه قال لك انا عاوز اغير الطريقه، عاوز يغير الطريقه من 3-5-2 يلعب بطريقه 4-4-2. الطريقه دي كان بتحط لنا في حاله هجوم بشكل كبير جدا، وكنا بنهدف في التسعينيات، في بدايه التسعينيات 93 93 4 3 5 2 هي اللي مسيطره على الكره المصريه، لكن هو عايز يعيد الخطه بشكل كبير 4-4-2. انت كده كده النادي الاهلي بطل او بيلعب على البطوله، فهو عايز يزود الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا، فقال لك انا مش محتاج ان انا العب ب 3-5-2، انا عايز لان كل الفرق اللي كان بتلعبك ايوه الثلاثه دي كانت بيبقى فيها 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 مركز الليبرو بيبقى دايما لكن هو كان عاوز يلغي الليبرو بشكل كبير. يلعب الجول كيبر في الوقت ده كان كابتن شوبير، برافو عليك، لان انت كانت البدايه ان انت بقيت لعيب الجول كيبر بقى لعيب كوره، ان انت تقدر ما يقدرش لو تكمل مع الكوره ما كوره، فانت كان بيلعب زي ما بيعمل الشناوي. يمكن انا سعيد جدا بالشناوي ان هو بقى في حاجات او بيعمل اسلوب اصلا ان انت عامل اثنين اسيست عالميين. فالراجل ده يمكن لما جه قعد معانا كلعيبه قال لك انا هلعب بطريقه 4-4-2، ف
فده عملها بشكل كبير جدا. فالطبيعي ان هيحصل اخطاء لان انت لسه ما خدتش على الطريقه او ما تعودتش عليها. هو جاي يغير في نص السيزون ولا في بدايه السيزون. فابتدينا نكسب يعني كسبنا الزمالك ساعتها 3-0، كسبنا الاتحاد 4، كسبنا المنصوره، فانت بتجيب اجوان، فالطبيعي ان انت بيخش جون، فالناس ابتدت تهاجمه، الاعلام بالذات ابتدى يهاجم. فالكابتن صالح سليم قال لهم انا مش النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره عنده استقرار وعنده الادوات بتاعته. ده ردا على الهجوم يعني اللي حصل على لا ده على فكره ده جدد الثقه في مستر هاريس وقال له انت موجود معانا لنهايه عقدك وهتفضل موجود. انا قال لهم كلمه واحده، قال لهم انا ما اقدرش يمشي مدرب عني او مدير فني في نص الموسم. الراجل لما قعد معانا كلاعيبه يمكن اقتنع ان احنا نلعب بطريقه 3-5-2 وقعد 3-5-2، يمكن حققنا بطولات في السنتين دول يا استاذ احمد لا تتخيلها، خدنا بطوله الدوري والكاس وخدنا البطوله العربيه الابطال الدوري وخدنا كاس افريقيا. يبقى الراجل ناجح، يبقى الناس اللي كان بتهاجم زي ما انا بقول لك النهارده بدر بنوني ازاي يجي سردباك ويلعب ده موسيماني ازاي ما ده انت النهارده ما احنا يعني مش عايز اقول في مصر احنا ما بيعجبناش العجب، لكن انت عندك النادي الاهلي. هي سكه شهره حلوه برضه كابتن محمود طبعًا. يعني لما تهاجم كيان كبير زي النادي الاهلي يعني انا ما ينفعش اجي مع حضرتك النهارده اقول 1-2-3 والحلقه الجايه اقول حاجه عكس اللي انا بقوله. ما انا خليني ثابت على المبدا بتاعي. انا دايما بقول ان النادي الاهلي بيختار صح، بيختار لمصلحه النادي الاهلي، بيختار لمصلحه فرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب اللي شايفه صالح للنادي الاهلي هو اللي هيبقى موجود وهو اللي متواجد. اكيد الناس دي ما بتهزرش او ما بتفكر بشكل كبير جدا، وقبل ما بيفكروا في لعيبه اكيد هو بيتكلم على المدير الفني، احنا عندنا فلان وفلان وفلان. والنادي الاهلي من النوعيه اللي هي بتقفل اي صفحات لان عنده ماتش مهم او عنده بطوله مهمه، فاكيد بعد البطوله او بعد الماتش ان شاء الله اكيد النادي الاهلي والجهاز الفني والمجلس اداره هيقعدوا مع الراجل ويشوفوا احتياجاته في وقت من الاوقات. يعني انا مش في دي بقى يعني مش عايز قوي ابقى تحت نظريه المؤامره، بس عايز اشوف انت قريتها ازاي. يعني كانه في حمله بتستهدف الفريق بتاع النادي الاهلي، بتكلم عن فريق كره القدم تحديدا، يعني سواء بانك انت تخطف بالفعل نجوم الفرقه او تدخل على صفقات النادي الاهلي اعلن عنها او بيفوضها، او انه حتى على اقل تقدير حتى الصفقات اللي مش قادر تخطفها او اللعيبه المنتميه قوي او اللعيبه اللي عقودها لسه فيها فتره ومش عارف تاخدها تعمل لها تشتيت انتباه، تحط لها ارقام شويه ممكن تبقى خياليه، تحط لها تحاول تقول لهم ازاي ممكن يطلعوا من الفرقه بشكل من الاشكال. هل شفت ده تحت نظريه يعني المؤامره ولا شفته ده شكل طبيعي وده يعني منافسه شريفه في مجال الرياضه؟ انا يمكن انا شفتها من بدايه الموسم ان انت كان في حرب شرسه على النادي الاهلي، لكن خليني اقول لك ان في لعيبه كبيره، لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه ثقافتها كبيره جدا، لعيبه عاوزه تلعب في النادي الاهلي ما بتبصش للاغراءات الثانيه. الحاجه الثانيه ممكن يقع منك واحد او اثنين يكون نفسيته ضعيفه او ان هو في دماغه حاجات ثانيه مش هو النادي الاهلي، لكن اللاعب النادي الاهلي عارف هو بيلعب فين وشخصيته فين واداؤه فين. لكن خلينا اقول لك في النهايه انت بتلعب مع النادي الاهلي بشعبيته الكبيره مش في مصر بس، في افريقيا وفي العرب. لكن النادي الاهلي ما بيبصش للحاجات دي او ما التفتش للحاجات دي. النادي الاهلي نادي كبير، والنادي الاهلي عنده ثقافه ان انت بتلعب على بطوله دايما. انا ما بروحش عشان الماده ممكن تروح، لكن انا لما بطل يا استاذ احمد انا واخد كام بطوله، انا عامل محقق انجازات ايه. لكن النادي الاهلي دايما هيفضل النادي الاهلي رقم واحد، والنادي الاهلي ثقافه النادي الاهلي بتختلف عن ثقافه اي فرقه في، مع احترامي، ثقافه اي فرقه في مصر. صحيح صحيح يا كابتن محمود. خلوني للاسف يعني يمكن النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضيه بينعون ببالغ الحزن والاسى احمد فخري اداري الفريق الاول لكره اليد رجال واللي وفاته المنيه اليوم، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسره طبعا الصبر والسلوان. خالص تعازي كمان اسره قناه النادي الاهلي لاسره الفقيد، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني يكون مثواه الجنه ويلهم اسرته ان شاء الله الصبر والسلوان. طيب لو رجعنا مره ثانيه لمستر موسيماني، هل شايف انه المباراه النهائيه، طبعا احنا عندنا يمكن يعني ماتشات الدوري كان الاهلي الى حد ما في اريحيه فيها كابتن محمود، رغم انه راجل جه على ماتشات صعبه. يعني انا فاكر هو ابتدى لو ما خانتنيش الذاكره مقاولين ام بي بيراميدز تقريبا، يعني كلها ماتشات، بس كان الاهلي برضو خلينا نقول
حسم البطوله يعني طبعا. ما كانش فيه حاجه ضغطه على الفريق او على حسابات النقط وحسم البطوله. وبعد كده راح ماتش الوداد في قبل النهائي، كانت برضو الى حد ما في افضليه انك بتلعب ماتشين، الاول في المغرب والثاني في القاهره، في الى حد ما الضغط مش موجود بشكل كبير، ولو لا قدر الله ما قدرتش تعمل نتيجه ايجابيه في المغرب فعندك ماتش القاهره تعوض فيه. لا بس خليني اقول لك يا استاذ احمد، انا اسف يعني خليني اقول لك، يمكن انا يمكن في دوري انت كنت عندك اريحيه زي ما حضرتك قلت بشكل كبير جدا تحصل على البطوله، فانت كنت بتجرب بعض اللعيبه او انت بتريح اللعيبه، لكن خلاص انت اللعيب المصري عنده ثقافه ان انت مرتاح، ان انت فارق عن اقرب المنافسين ب 20 بونت، خلاص انت خدت الدوري من بدري. فالناس كان يعني يمكن كانت تقول لك انا من الدور الاولاني الاهلي مخلص الدوري. انا خلينا نبقى صراحه لان بلغه الكوره ان انت النادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي ممكن يفرط في بناط بسهوله جدا. لكن النادي الاهلي من بدايه الموسم او من اول مباراه يمكن نازل وعقد العزم ان هو ياخد بطوله الدوري، يمكن الحمد لله يمكن كسب كل الماتشات مع مستر البايرن. لما جه مستر موسيماني مشي على نفس الناق، لكن هو طور من اداء. الحاجه الثانيه اللي انا شفتها كان المحك او اللي انت تحكم على مستر موسيماني كان في مباراه الوداد اللي هي كانت مباراه اللي هي كانت في المغرب والمباراه اللي في مصر، يمكن عملها بشكل كبير جدا، لكن هي دي ظهرت شخصيه موسيماني مع اللعيبه. انا متفق معاك، وكمان في فكره انه الراجل تولى المسؤوليه في فتره صعبه جدا، فاللعيبه كمان عايزه تقدم للمدير الفني الجديد يعني احسن ما عندها، كل واحد عايز يقدم يرمي بياضه زي ما بيقول كده ويوري للمدير الفني انا امكانياتي ايه وممكن اكون مفيد ازاي للفريق. طبعا هو يمكن كمان انا بشوف حاجه كمان ان انت روحه مرحه مع اللعيبه. بيعرفوا يتكلموا معاه، بيهرجوا معاه، الراجل يمكن بيتعامل مع كل اللعيبه سواسيه. لكن انا بتكلم على رؤيته هو، يعني هو الماتشات بتاعت الدوري بطوله محسومه طبعًا. عايز يشوف الفرقه، عايز يجرب، عايز يرجع ياهل اللعيبه اللي كانت بعيده. ماتش الوداد طبعا كان يعني في توفيق كبير جدا ان احنا قدرنا نعمل نتيجه ايجابيه في المغرب، فجينا القاهره هنا واحنا مرتاحين، كل ده لطيف جدا، لكن في النهايه مفيش ضغط المباراه الواحده. انت عندك النهارده النهائي هيتلعب من جوله واحده، ودي برده بالتاكيد في حسابات كره القدم طبعًا. بتمثل الى حد كبير لخبطه في الحسابات طبعًا. بتمثل الى حد لود على المدير الفني، هتلعب ازاي 90 دقيقه، هتلعب بنفس الطريقه بتاعتك اللي انت بتلعب فيها في فرده ذهاب وفرده اياب، ولا هتغير الطريقه. فريق الزمالك بالتاكيد فريق كبير بما انه وصل النهائي، هتعمل حسابه، هتلعب باسلوبك ولا هتغير فيه، هتلعب بطريقتك ولا هتغير فيها. شايف قرايه مستر موسيماني؟ خليني اقول لك، يمكن الله يكون في عون الجهاز كله، ان انت النهارده بتفكر ان انت هتلعب بطريقه بتشكيلي، هتلعب بالخطه ايه. خلي بالك المدير الفني بيبقى محضر كذا سيناريو للمباراه. ما بيحضرش سيناريو واحد، طب لو ما نفعش دي هينفع دي، لو ما نفعش دي هينفع دي، فبيحضر كذا سيناريو للمباراه وكذا طريقه ان هو يقدر يلعب. حاجه ثانيه، عنده رؤيه في الملعب بشكل كبير جدا، والمدير الفني الذكي اللي عنده رؤيه يقدر ان هو يقرا المباراه بشكل كبير جدا، يقدر يغير بشكل كبير جدا، يقدر يغير من طريقه اللعب، ممكن يغير في الملعب من اللعيبه في اثناء المباراه، يقدر يذاكر الفرقه اللي خصم اللي قدامه ايه نقاط القوه والضعف، اكيد معاه ناس بتساعده بشكل كبير جدا. لكن خليني اقول لك، يمكن هو نجح بشكل كبير جدا في مباراه الوداد الاثنين، سواء في المغرب او سواء في مصر، ان هو اعاد توظيف قفشه، ان هو صانع العاب، لكن قفشه بيروح من بيجي من تحت الامام، يمكن لما ضغط في اول دقيقه خلص كره وريحنا ريحنا بشكل كبير، دي ما كانش موجوده او ما كناش بنشوفها بشكل كبير جدا. حاجه ثانيه، احنا ما كناش نشوفش حسين الشحات انه بيرجع يدافع، او كان لا الوقت بقى بيرجع وبيساعد محمد هاني في الناحيه الدفاعيه، ان انت معاك الكوره لا بترجع تدافع او بتقف في الحته الصح. حاجه ثانيه، بيبقى في ترحيل في الملعب من بعض اللاعبين، النهارده لو الكوره يمين بتلاقي كل الفرقه مرحله، الناحيه لو نقلت في الناحيه الشمال بتلاقي كل مرحله. حاجه ثانيه، بقى في يعني زي ما يقول ان في قروب، يعني قرب للخطوط مع بعض، تلاقي الدفاع مع الخط النص مع الفراده في الخطوط متقاربه، ودي شكل كبير جدا، ودي هتبقى موجوده في نادي الزمالك، ان انت في مباراه الزمالك ما تديش مساحه للعيبه الزمالك، ودي هتبقى. لعبت كام ماتش اهلي وزمالك كابتن؟ لعبت كتير، يمكن انا لعبت اربع في كل الماتشات اللي انا لعبتها، قعدت في نادي الزمالك يمكن ما عدا مباراه واحده اللي هي اول مباراه ساعه ما اتعاقدت من نادي الاهلي، دي اللي ما لعبتهاش، لكن كل الحمد لله كل الماتشات. ايه اصعب ماتش تفتكره الاهلي وزمالك؟ اصعب مباراه كانت سنه 96، يمكن كنا الزمالك فارق عننا ب 13 بونت، لكن الحمد لله طبعا لا ينسى. لا طبعا، يمكن من الماتشات اللي احنا نازلين، يمكن مستر هولمان ساعتها. على فكره ده السيزون ده كابتن محمود من امتع مواسم الدوري العام في مصر كلها. لا انت وعايز اقول لك على حاجه، فرقه الزمالك كان فريق احلام، خلينا نبقى متفقين، فرقه كويسه جدا ونازلين، لكن انت نازل ملعب، يمكن عايز اقول لك يمكن مستر هولمان قال لنا كلمه، انت عايز المباراه تبقى دلوقتي، يمكن الراجل قال لك البطوله انتوا اللي عملتوا كده وانتوا اللي جبتوا البطوله
وانتوا يعني قللتوا الفرق بينكم وبين الزمالك. احنا نزلنا بنلعب يعني مش شايفين حاجه غير المكسب. ايوه بامانه ربنا، ربنا بيكرمك وتعمل مباراه هايله وتكسب، وده ممكن كل البطولات النادي اللي بياخدها بتبقى مبسوط بيها. فكرني كده بالماتش ده، يعني كان مباراه، انا عاوز اقول لك الحاجه، يمكن المباراه دي على فكره الناس كتير بتتكلم تقول لك ان في حكام نزلت، هو في حكام نزلت كتير، ما احنا كنا برضو كلاعيبه كنا مشتتين. النهارده اتحاد الكوره باعت 5-6 طقم في الملعب بينزل يعاين المباراه. احنا ما احناش عارفين مين اللي هيحكم. فوجئنا لقينا الكابتن قادر عبد، احنا التزمنا لان كان عندنا رئيس نادي يعني الله يرحمه قال لك احنا خدمين الحكام، ما حدش يتكلم مع الحكم، الحكم ده بيخطا لانه بشر. يمكن احنا ما كناش بنتكلم مع الحكم، ما كناش بنتكلم مع الكابتن قادر ابو عظيم او بنتكلم. في ناس كانت بتقول لك اصل ده اهلاوي وده زملكاوي، على فكره ما فيش انتماءات للنادي للحكام. الحكم عاوز زي اللعيب، عاوز يبقى كويس. خبرتك في ماتشات الاهلي والزمالك ما لهاش مقاييس؟ لا طبعا لها مقياس. انت الخبره عندك، لازم يبقى في خبره في الملعب، لازم يكون عندك لعيب يقدر يمسك الكوره، يستحوذ على الكوره بشكل كبير، يكلم زمايله، يوجه زمايله بشكل كبير جدا. لكن المقياس في الكوره ان انت تبقى احسن، ان انت نازل انت تكسب، فدي يمكن موجوده في شخصيه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله نترجم يوم الجمعه اللي جايه، وان شاء الله لقائنا اللي جاي كابتن محمود نبارك ونهني يا رب ان شاء الله باذن الله. واعتقد انه كل جماهير النادي الاهلي ثقتها في رجاله الاهلي ونجومها كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله انا متفائل بحاله التركيز. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق، انه بس يبقى يومنا وما تبقاش ما عندنا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وهتابع مع حضراتكم بالتاكيد يوميا وعلى مدار ساعه ونص نقابل حضراتكم فيها كل يوم اخر اخبار وتطورات واستعدادات فرقه النادي الاهلي لنهائي بطوله افريقيا. تحياتي لحضراتكم ونقابلكم بكره ان شاء الله.